دلل يا سلطان زمانك، حسونا الزمان زمانك والمكان مكانك. اشهد يا تاريخ يا كاتب التاريخ، اكتب بكل الالوان بكل العبر والصفات. حسون حسوني حسوني حسوني، يقصف كل الجهاب الجبهات. شنو هذا يا حسوني؟ شنو هذا يا حبيبي؟ اكتب وقل لهم، قل لهم انا الفتى الذهبي، قل لهم انا الفتى العالمي، قل لهم انا الفتى الاسطوري. انا عمري 12 لكن نضرب 17، وما زال القادم وما زال ما زال ناوي على 20 كيل لو يعملها حسوني ويقلبها. لا 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 لا، الزونة الزونة اشتدت والأيادي احتدت والأسلحة اهتزت. يا للجمال يا للجمال، روعة فوق كل الخيال فوق كل التكهنات. حسوني يضرب الشوت جان، هيت شوت يضرب الغدار. الأصدار يا سطار الثاني، حسوني اضرب يا حسوني، فنش يا حسوني. اتسلطن الزمان زمانك والميدان ميدانك، المكان مكانك. مرحبا شباب وبنات، كيف ان شاء الله تكونوا بخير طمعين حالكم. بس قبل بداية الفيديو، صلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجنتي ومشتركتا انت تحت اشتركوا، فعل زر الجرس وحط لايك هذا الفيديو. فيديو اليوم يا شباب، لعبنا انا وعلي وعمر ضد الكلان ديكتاتورز. صراحة يا شباب، كما بتعليق اخونا عبدو، الفيديو حماسي، الفيديو مشوق صراحة. ما بدي احرق عليكم اكثر من هيك، النهاية صارت شيء اسطوري صراحة. فالله يشهدكم يا شباب، الفيديو بيستحق المشاهدة وبيستحق اللايك. خلينا نوصل هذا الفيديو 30,000 لايك. وبس كان معكم اخوكم حسوني، اترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. فولي 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 فولي، ريمونتادا هولا، ما زالت الفرصة الأخيرة. هل ستستفيق الاي او؟ هل ستستفيق؟ هل سيستفيقون؟ هل سيحضرون؟ النمسا الصغير ماذا عسهم فاعلين؟ يسهو هذا راسه طار، ريزك راسه طار، يا سطار يا جبار. ريزك ريزك الاول راح، هل تكون عودة؟ هل تكون عودة؟ هل تكون ريمونتادا الثاني نوك داون؟ الثاني نوك داون، فنش خلص يا غالي ورفرف بكلانك في العالي والعلالي. أربعة ضد اثنين ماذا عنسهم فاعلين؟ ظلوا فولي والنينجا النمسا الصغير، فولي دمجوا أسقطوا طيحوا. نيكست برافو جي جي من نيكست، يا سلام. روعة فوق الخيال يا للجمال، النينجا النينجا ينقذ الصديق. علي عمر وحسوني قادمين صادمين، يرجع ثلاثة ضد اثنين. علي عمر والنينجا النينجا وعلي عمر، يا سلام، في تحدي روعة فوق الخيال. الاي او احمد موجودين، النمسا الصغير وفولي. هو هل تكون العودة والريمونتادا؟ الثالث طاح طاح، النينجا راح راح، خلاص 6-1 يا سلام. هل تكون عودة من بعيد في ليلة التحدي والمواعيد؟ في الليلة ليلة عيد عيد، هل تكون ريمونتادا تاريخية؟ هل تكون عودة اسطورية؟ الاي او بالنقطة اولى، بريميرو بونتو للاي او، 6-1 يا سلام. فريق الاي او فوق البيت يترقبون، نحبوا جيم اثريه، نحبوا جيم حماسيه. اه لو تكون ريمونتادا، اه لو تكون عوده، اه لو تكون عوده، يا سلام يا سلام. تخيل المشهد، تخيل العوده، تخيل النتيجه 6-5 و6-2. الاي او ما زالوا حاضرين لكن شوي حيرانين، شوي ضيعانين. حيطلع واحد فيهم، راح يطلع. واو كيف نزلت؟ اوه انا كمان نزلت. ها لا انت طيح واحد، طيح واحد، طيح واحد. هو الاي او، يا سلام يا سلام، يصطادون الاول والثاني. روعة روعة يا غالي، روعة روعة يا غالي. الاي او بالثلاث لاعبين، هل سيرحلونها؟ هل سيقومون بها؟ الاي او تصطاد الاول لكن الثاني يعود، الثاني يعود. ريزك 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 يعود. فولي هو هو 6-2 من احمد، احمد احمد يا سلام. 6-2 6-2، ماذا عنسهم فاعلين في ليلة التحدي والمواعيد؟ هل تكون الليلة الأسطورية؟ هل تكون العودة التاريخية؟ هل تكون ريمونتادا نارية؟ 6-2 6-2 يا أساطير. تخيل النتيجة، تخيل النتيجة تكون 6-5 أو 6-6. والله ستكون جيم حماسية، ستكون جيم إثرية، ستكون ليلة أسطورية بين اللاعبين والملحمة النارية. علي عمر موجود، نيكس موجود، احمد احمد احمد، برافو جي جي يا اسطى. الثلاثة حسوني موجود بالتسعة كيل. مراك مراك مراك، ايش
إكلانات أسطورية ملحمة عالمية ملحمة نارية هو النينجا 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 نوك داون النينجا النينجا عوجوها الثاني ضربوها الثاني طيحوه الأي أو تستفيق الأي أو تهيج هيا جان غيلان يا ترى الكلمة النهائية مين خليني نضرب يز يز ما نوك فينش إكلانات الأي أو يا سلام ثلاثة اثنين هل تصير يا سلام يا سلام يا سلام روعة فوق الخيال فولي فولي نوك داون حسوني ونكس وعلي عمر أويل حسوني يا أصطاد حسوني بالحداشن كيل أسطورة الأساطير الراس يطير ستة ثلاثة يا ناس في واحد بدون احساس واحد يا سلام يا سلام يا سلام روعه يا الجمال روعه فوق الخيال بين الاي او برافو برافو وبين كلان الدي اس بدون احساس في ليله التحدي يا ناس شنو هذه الجيم وشنو هذه المباراه الى حد الان فولي بثمانية كيل النينجا بعشرة كيل لكن حسوني ب 12 كيل يضرب الكل ويفوت الكل النمس النمس الصغير حسوني أصغر اللاعبين صاحب 12 سنة الراس معه يطير 12 كيل من حسوني أوه لو كانوا أربعة من حسوني يكون نتيجة 6-0 لحد الآن والنتيجة معكوسة خلينا نشوف إكلانات عالمية أي أول أسطورية حسوني حسوني خلاص الزونة الزونة اشتدت والأيادي احتدت ريزيك نوك داون ريزيك نوك داون راحت 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 فيها الدي اس راحت في جيمر بدون إحساس الأي أو الأي أو الأي أو تصدد النقطة الأولى والنقطة الثانية والثالثة تسقط الأول الأول طاح والثاني طاح الثالث يذهب بالرياح هل يكون الرابع بكل ارتياح النقطة الرابعة يا ناس ظل النينجا النينجا آخر اللاعبين انقلب السحر على السحر وانقلبت الموازين في جيم الأساطير بين كلون الدي اس والأي او برافو برافو لعبة أسطورية جيم نارية جيم للتاريخ جيم تدرس جيم تقرى جيم تعرف هل كنا الإثارة بين الدي اس والأي او مهما ستكون النتيجة استمتعنا ابدعونا اقنعونا متعونا لكن اه لو تكون 6-6 اعطيني النتيجة 6-6 بعد اللي يربح صحالي اعطينا 6-6 النتيجة بعد اللي يربح ونقولوا اوه في واحد نعملوا قرعة يوصل 6-6 نعملوا قرعة خلاص هي لعبوش الجيم السابق الكريم وانتهى بالتاريخ هل تصدقون هل أنتم حاضرون خليكم شاهدون في هذه الجيم عندما نعلق ونقول الصورة أمامكم والكلمات إليكم والعبر لكم ما هذا ما هذا يا هذا شنو هذا يا حبيبي هذا دمار برافو برافو شنو هذا شنو هذا هو حسوني ب 16 كيل يكتب اسم المكير ملك في الكلاسيك واد النمسا الصغير حسوني مع الراس يطير يا سلام يا ار ممنوع حكوا لي يا ار ممنوع صح ولا لا صح ولا لا حكوا لي يا ار ممنوع قاعدين يلعبوا يا حكوا اي ار حسوني ب 16 كيل يا ناس يضرب بال 16 يضرب من اليمين 16 يا جبار يا من على اختار في الكلوك تاور نهايه اعصار زلزال ادفانتج الى حد الان الى الديكتاتورز هذا ريزيك وسيموس وفولي وني لا 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 مش ممكن مش ممكن مش معقول النينجا طاح النينجا طاح الاي او هيجين
شارعي ومتوهجين. أيوة ماذا سنفعلين؟ النينجا أربعة ضد ثلاثة موجودين. هل هي ريمونتادا؟ هل هي عودة بعيدة؟ هل هي عودة من بعيد؟ من بعيد في ليلة التاريخ والمواعيد. أربعة ضد ثلاثة موجودين. هي أو علي عمر حاضرين. حسوني وسيموس وسيموس نوك داون. الرايزيك نوك داون. فولي 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 فولي. برافو جي جي. كي بارتيدا كي بارتيدا. يا السلام يا السلام. روح فوق الخيال. ينتهي كل الكلام مع الاي او. يا للجمال. شنو هذا الدلال؟ الدلال الدلال يا سلطان زمانك. حسون الزمان زمانك والمكان مكانك. اشهد يا تاريخ يا كاتب التاريخ. اكتب بكل الالوان بكل العبر والصفات. حسون حسوني حسوني حسوني. يقصف كل الجهات الجبهات. شنو هذا يا حسوني؟ شنو هذا يا حبيبي؟ اكتب وقل لهم قل لهم انا الفتى الذهبي. قل لهم انا الفتى العالمي. قل لهم انا الفتى الاسطوري. انا عمري 12 لكن نضرب 17 وما زال القادم وما زال ما زال ناوي على 20 كيل لو يعملها حسوني ويقلبها. لا 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 امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. ماذا جرى؟ ماذا حصل في التحدي في كل العبر؟ اوه شنو هذا يا حبيبي؟ شنو هذا؟ جيم للتاريخ. جيم يا السلام. جيم روعة فوق الخيال. اكلانات نارية اكلانات اسطورية. الدئاسة العالمية واكلان الاي اول اسطورية في الليلة الدراماتيكية. هذا في التعليقات اكتب الله اكبر. ايه الله اكبر. ايه اشهدوا خليكم شاهدين خليكم حاضرين. جيم للتاريخ يا ناس. اوه 6-6 النتيجة لحد الان. من تتوقعون سيفوز؟ من تتوقعون سيفوز؟ احمد دمجوه كادوان يسقطوه. هل تكون استفاقة ديكتاتوريزية ام تكون العودة والريمونتادا التاريخية من الاي او الاسطورية في الليلة الاثارية الدراماتيكية في البوشينوك بين الديار؟ نار نار يا حبيبي نار. علي عمر الاول نوك داون. ادفانتج للديكتاتور. يا سلام. ثلاثة ضد اربعة موجودين. مدعسان فاعلين. فولي نوك داون. ثلاثة ثلاثة في حرب الرجال. يا سلام يا سلام. الزون الزون اشتدت والايادي احتدت والاسية احتزت. يا للجمال يا للجمال. روعة فوق كل الخيال فوق كل التكهنات. حسوني يضرب الشوت جان. هيت شوت يضرب الغدار. الراستار يا ستار. الثاني نوك داون. الثالث ويني؟ حسوني اضرب يا حسوني. فلش يا حسوني. اتسلطن الزمان زمانك والميدان ميدانك. المكان مكانك. احكم بحكامك. بتسعتاش الكيل. حسوني معذب المعذبين. حسوني ظل الاخير. واحد ضد النينجا في تحدي الكبار. الزون الزون يا ستار. حسوني اسار. النينجا 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 يقلب كل الموازين. لا 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 لا. مش ممكن مش ممكن مش معقول. شنو هذا اللي يصير؟ شنو هذا اللي قاعد يصير؟ النينجا وحسوني في جيم الاساطير. التحدي الاخير. حسوني يسقط اثنين. الزون تشتد والايادي تحتد والنينجا يخلص على الاخير. اوه الديكتاتورز للنهائي. ايتا 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 يا ناس. برافو جي جي. جيم بدون احساس بين الاي او والدي اس. باب 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 ملا جيم ملا جيم ملا بارتي ملا ترح. والله حمد باب 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 باب. والله كفو كفو خويا حسوني. كفو 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 كفو. برافو برافو. ايه بصراحة حسوني 19 كيل. كفو والله. لا كنت صخايب ويلعب هكا هذا حسوني. الله 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 الله. كفو كفو كلو كفو. والله كان ايه ودي كما جاتش هكا الزون. هكا الزون حصرت حسوني. جات الزون مع النينجا راح. والله كفو كفو كفو. الدي اس وكفو الاي او وكفو. اقسم بربي اساطير. كفو كفو كفو. والله ورب الكعبه كفو يخرب بيتك. والله لا يسامحكم. صوتي اريقي شاح وحلقي حلقي حلقي راح. والله حلقي راح. والله كفو شلقي. والله كفو حسوني. اقسم شو هذا 19 كيل حسوني. كفو والله وجه له تحيه. والله كفو كفو الدي اس وكفو الاي او. والله برافو والله.